بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. من فتره كنا بنتكلم على مستقبل النجم والموهبه التونسيه حنا بعد المجبري، وكنت بتكلم على ان اسوأ خيار لحنا بعد هو الاستمرار داخل مانشستر يونايتد. في ناس زعلت مني وفي ناس قالت لي عندك حق، حنا بعد الموضوع ان هو ياخد وقت داخل مانشستر يونايتد الموضوع يكون صعب، خصوصا ان منظومه مانشستر نوعا ما لا تواجه موسم سعيدا، ونوعا ما يحدث كثير من الانشقاق داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد بقياده إيريك تين هاج، وما حدث مع جدن سانشو خلى الفريق انقسم بشكل كلي، جزء مع سانشو وجزء مع إيريك تين هاج. وقصة سانشو وتين هاج دي قسمت الفريق كليا، والموضوع بقى صعب، والموضوع اتسرب للإعلام انه الامور بدأت تبقى صعبة على تين هاج داخل مانشستر يونايتد، وان اللعيبة حرفيا بدأ يبقى فيه لوبي داخل الفريق. فحنبعل كان عنده مشكلة، وهو ان حنبعل يلعب ماتش ويادي بشكل كويس، وبعد كده الماتش اللي بعده يبقى بره، يلعب دقايق والماتش اللي بعده يبقى بره، يلعب ماتش ويسجل والماتش اللي بعده يبقى بره. فقصة حنبعل الموضوع بقى شكله مش افضل حاجه بالنسبه لحنبعل. فحنبعل دلوقتي بيقال ان هو قدامه 3 اختيارات، ده على حسب جريده العين وعلى حسب السيناريو اللي العين حطته لحنبعل. اول خيار هو الاستمرار داخل منظومه مانشستر يونايتد بحبل الامل والتمسك ان هو هياخد وقت مع إيريك تين هاج، واعتقد ان ده خيار نوعا ما بقى صعب، والاسهم بتاعته بدات تبقى صعبه، لان مع احترامي الشديد كان في كلام وتصريحات وكلام اعلامي بيتقال حوالين ان سفيان مرابط هيواجه مشاكل مع إيريك تين هاج، عشان خاطر تين هاج عايز كوبي ماينو الولد الصغير الشاب، عشان خاطر يديه فرص اكتر من فكره ان هو يمدد للعيب زي سفيان مرابط. وانت بتتكلم على سفيان مرابط وبتتكلم على كوبي ماينو وبتتكلم على كريستيان اريكسون المصاب، وبتتكلم على ماونت المصاب، وبتتكلم على لعيب زي سكوت ماكدوماناي اللي هو بقى بيتم استخدامه كمهاجم تاني، وبتتكلم على لعيب مركز 10 كبرونو فرنانديز. فموضوع نص الملعب في مانشستر يونايتد فيه زحمه، ولكن الفترة الأخيرة اللي حنبعل كان بيشارك كمركز 10، فقصة إن حنبعل يشارك مركز 10 مكان برونو الموضوع كده بقى صعب قوي. فحنبعل الأمور بالنسبة له بدأت تبقى صعبة في موضوع الاستمرار. تاني خيار وهو التجديد لموسم إضافي أو التجديد لثلاث سنوات والإعارة لنادي في الشامبيونشيب، وده خيار نوعا ما لا أفضله، لأن حنبعل يفضل يتمرجح كتير وهيروح إعارة ويرجع لمانشستر ومانشستر يوديه إعارة تاني ويرجع لمانشستر. وبصراحة السيناريو ده شفته مع لعيبة كتير لحد ما وصلوا 25 و26 سنة، والأمور بالنسبة لهم بدأت تبقى صعبة، وبدأوا يدوروا نفسهم على فريق يلعبوا فيه بصفة نهائية. فقصة إن حنبعل يجدد 3 سنين ويروح نادي على سبيل الإعارة، صراحة دي فكرة لا أفضلها. وتالت خيار وهو الخيار اللي أنا بصراحة معاه، وهو قصة الرحيل وان هو يدور على نادي خارج مانشستر يونايتد، وده اللي انا كان نفسي يعمله لعيب زي اسماعيل الغربي. وكنت دايما بقول ان اسماعيل الغربي لازم يمشي على خطوه واحد زي شافي سايمونز، ان هو يختار فريق يروح يلعب فيه اكبر وقت ممكن. حنبعل حتى لو انت بتحب مانشستر، وحتى لو انت عاشق لمانشستر وشايف ان مانشستر من البيج تيم اللي موجودين في اوروبا والانديه الكبار جدا الموجودين في انجلترا، ولكن حان وقت المغادره وحان وقت البحث عن تحدي اخر، وحان وقت البحث عن تحدي اخر، وفي كلام وسط تشبيليه، وفي كلام مارسيليا، وفي كلام هيطلع دورتموند تاني، لان دورتموند بيحب جدا المواهب البيور اللي زي حنبعل، بيعرف يطورها كويس جدا وبيعرف يشتغل على تطورها كويس. فالخيار التالت ده بالنسبه لي يعتبر هو الخيار الافضل بالنسبه لحنبعل، وهو انه يدور على ان هو يرحل على مانشستر يونايتد ويدور على نادي تاني، لان حنبعل يحتاج للتطوير، ومانشستر يونايتد والاجواء اللي فيها يونايتد ما اعتقدش ان في تطوير ممكن يحصل لك كلاعب شاب داخل منظومه متهالكه ومنظومه في اختلاف وفي مشاكل داخل اوضه اللبس وفي جمهور مش عاجبه كل اللي بيحصل. هل حنبعل ممكن يكون هاري ماجواير النسخه القادمه؟ هل حنبعل ممكن يكون لعيب اتهاجم كتير واتداس على وشه اعلاميا، ولكن لما رجع عمل ماتشين ثلاثه الجمهور بدا يتكلم على عظمه القائد هاري ماجواير؟ هاري ماجواير كان بيتقطع كتير، ولما رجع الفتره الاخيره الدنيا بالنسبه له كانت تمام، ودلوقتي الناس بقت بتقول ان هاري ماجواير قوي جدا نفسيا ان هو اتحمل كل الموجه اللي كانت دايره عليه دي. فدلوقتي الامور داخل مانشستر يونايتد محدش عارف، في جمهور بيقطع في لاعب ويجي الماتش اللي بعدها يقول لك اللاعب ده كويس، فالدنيا بالنسبه لك داخل مانشستر الامور صعبه. وهي دي وجهه نظر عن قصه حنبعل، ودي قناعاتي عن قصه حنبعل. حنبعل لو استمر في مانشستر موضوع ان هو ياخد دقايق الموضوع هتكون صعب جدا، حتى لو انت قلت ان إيريك تين هاج ظلمه وستيرين هاج عنده مشاكل، هو إيريك تين هاج بالنسبه لي مش ظالم حنبعل، هي الظروف اللي موجوده داخل مانشستر يونايتد ظالمه حنبعل وظالمه الناس كلها. رؤساء وملاك نادي بيقولوا ان هم هيبيعوا النادي، وبعد كده يقول لك لا والله اصل احنا مش هنبيع النادي، اصل احنا هنبيع جزء من النادي لسيرجيو راتكليف وهنرفض العرض القطري، وليله كبيره قوي موجوده داخل مانشستر. وبصراحه الاجواء اللي موجوده داخل مانشستر ما تشجعش حد على ان هو يفكر ان في حد يقدر ينجح في المنظومه المتهالكه دي. وهي دي الحكايه يا صديقي، هل انت مؤيد لاي خيار من الثلاث خيارات؟ خيار الاستمرار ان هو يبقى عنده امل، ولا خيار ان هو يجدد ويطلع اعاره، ولا خيار ان هو يرحل نهائي؟ قول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، ما عجبكش براحتك.